أهلا بكم من جديد. في تاريخنا ومكتبتنا الفنية مئات الأفلام والمسرحيات والمسلسلات اللي احنا حبيناها وارتبطنا بيها، وفي الأعمال دي الحقيقة في قامات فنية أثرت هذه الأعمال بحضور مميز، ويفضلوا كده سايبين بصمة حب. لما نشوفهم نبتسم، ولما يغيبوا عننا نسأل هو انتوا رحتوا فين؟ واحنا قررنا في هذا البرنامج ان احنا يعني كتير من الفنانين اللي احنا مهتمين ان احنا نشوفهم نرجع نشوفهم تاني ونسألهم انتوا فين، ونقول لهم احنا عايزين نشوفكوا تاني. في مقدمة هؤلاء الفنانين الفنانة القديرة ميمي جمال، واول ما نقول ميمي جمال نبتسم ونضحك ونفتكر خفة الدم والضحك والحضور اللطيف على المسرح، الحضور العظيم على والمسرح ده حضوره صعب جدا، مشوار طويل، 490 عمل فني من سينما المسرح لتلفزيون، شاركت فيه الكبار فؤاد المهندس، مريم منيب، عادل إمام، سمير غانم، نور الشريف، محمد عوض، أحمد بدير، محمد نجم، حسن عبدين، وزوجها الراحل حسن مصطفى. ميمي جمال ضحكة من أجمل الضحكات اللي احنا يعني عرفناها في السينما والمسرح المصري، يعني غابت عننا شوية، لكن نتمنى أن تعود مرة أخرى، ونفسنا نشوف الضحكة دي. خلونا نتذكر سويا بعض الأعمال للقديرة ميمي جمال. القديرة ميمي جمال، وحشتيني يا مدام ميمي. انت كمان والله وحشاني. وحشانة جدا ووحشة كل الناس. الله يخليك. الأعمال اللي انت دلوقتي وريتيها لي فكرتني بأيام جميلة جميلة حقيقي. المسرحية دي كانت دمها خفيف قوي قوي. والمسرحيات كتير. وكله يعني طبعا حاجات كتير الحمد لله. يعني أنا يمكن الفترة اللي اشتغلتها ما كانتش قليلة. أنا طبعا زي ما أنت ذكرتي أنا بدأت كمان قبل كده بكتير. يعني أنا بادية من وأنا عندي 9 سنين. 9 سنين عملت فيلم أقوى من الحب. وكنت غاوية، يعني أنا حتة التمثيل دي في دمي من وأنا صغيرة. اشتغلت الفيلم ده واشتغلت فيلم تاني، وبعد كده دخلت بقى إيه، كملت مدرسة لغاية 13-14 سنة. سمعت كان مين بقى مخرج اقوى من الحب؟ مين؟ عز الدين ذو الفقار. الله يرحمه. الله يرحمه. حاجه حد عظيم. سمعت بقى ان في الجامعه بيصوروا فيلم بين الاطلال، وعز الدين ذو الفقار المخرج. فانا قلت طب ده فرصتي جاتني. انا هروح واقول له انا اللي كنت بمثل معاك من وانا صغيره وكده. يعني هو الفيلم نفسه بتاع عز الدين ذو الفقار اللي انت مثلتي فيه عند وعندك 9 سنين؟ لا، 9 سنين اقوى من الحب. عز الدين ذو الفقار ده كان عماد حمدي، مديحه يسري، شاديه، اللي كان عماد حمدي ايده مقطوعه. أيوة. وكانت بتقول يا سارق من عيني. ده الفيلم ده وانا صغير. لما بين مين اللي وداكي اصلا؟ اللي وداني اصلا انا كنت في مدرسه فرنساوي نوتردام دي زابوتر. كان معايا بنت زميله ليا ابوها مساعد مخرج اسمه عبد الله بركات. كانت في الفترة دي بيدوروا على بنت تعمل أقوى من الحب ده، مش نيلي ولا لبلبة ولا فيروز لأن هم إيه، غنوا ورقصوا وعملوا، هو عايز بنت جد شوية مش بترقص وتغني. فالبنت قالت له اسكت يا بابا، ده أنا معايا بنت في المدرسة غاوية تقلد الناس وبتقعد تمثل وبتاع. قال لها طب ورياني. فلما قابلته حتى ماما كانت معايا، قال لي أنت عايزة تمثلي؟ قلت له أنا نفسي أمثل. قال لي طيب. رحنا عمارة الإيموبيليا، قابلت الأستاذ عز الدين ذو الفقار المخرج، شافني كده وبعدين قال لي عيطي. فأنا بصيت له قلت له ما فيش حاجة تخليني أعيط. قال لي عارفة لو كنت عيطتي ما كنتش خدتك. يا سلام. والله العظيم. قال لي لأنك هتبقي بتمثلي، تبقي انت بتعملي أي حاجة. بس انت كده تبقي بتحسي. وخدني بقى واشتغلت الفيلم ده، كان السبب. واشتغلت الفيلم، جيت بقى ايه لما عرفت ان الأستاذ عز الدين ذو الفقار بقى ما كبرتش بين الأطلال. يا سلام. كان في الفترة دي السيدة فاتن حمامة المرحلة الثانية من الفيلم. كانت بنتها اسمها سوفي ثروت. دي كانت واخدة جوائز في السباحة.
فقلت له، قال لي يعني انت عايزه تمثلي؟ قلت له اه والله يا استاذ انا نفسي امثل. فنده للمساعد، قال له في بنات اتنين، واحده بتتكلم واحده تانيه موجودين مع صوفي هنا في الجامعه. في مين؟ قال له اه في بنت بتتكلم، في واحده تانيه احنا جبنا. قال له لا خلي البنت اللي بتتكلم دي ميمي. روحت البيت تاني يوم اوردر 8 الصبح الجامعه، هتجنن همثل. بس وبدات بقى من هنا بقى اعمل ادوار صغيره، عدو المراه اللي انت شفتيه دلوقتي ده، نهر الحب، فيلم مع عبد الحليم حافظ، كنت عامله في البنات والصيف. ايوه. عملت انا وماجده الخطيب وكنا ثلاث بنات على البلاج كده. ايوه. عملنا ادوار صغيره 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 صغيره. شوفي في دمي الشغل ده جوايا، عايزه امثل لغايه ما الحمد لله في مسرح بدا اسمه المسرح الحر. مسرح الحر ده كان كل الممثلين اللي فيه اساتذه في المعهد، يعني اللي يمثل في المسرح ده كما انه دخل المعهد. فانا قلت مش مهم الاجر، انا عايزه اخش اتعلم. انا صحيح عندي موهبه بس ما دام ما دخلتش المعهد يبقى على الاقل استفيد. واشتغلت في المسرح الحر وعملت معاهم 3 4 5 مسرحيات. وانت معايا على الخط؟ معاك. انا مركزه جدا. انا مركزه جدا ومستمتعه اصلا. بعد كده بدا فرقه التلفزيون المسرحيه. ايوه. كنت انا بعمل في التلفزيون سهره مع الاستاذ نور الدمرداش. الله يرحمه. الله. على فكره في ناس كتير الله يرحمه. بس عظيمه انت بتقولي اسامي لله. صنعت تاريخ هذا الفن. والله يا لميس. طبعا. فكنت بعمل معاه سهره اسمها خطاب توصيه. كانت حتى معايا الحبيبه اللي على قلبي مدام سميحه ايوب. ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. في الفتره دي الاستاذ نور كان بيعمل مسرحيه الطريق المسدود في التلفزيون. كانت السيدة فاتن حمامة عاملة سينما، والتلفزيون بقى عملته زيزي مصطفى مكان فاتن حمامة. زوزو نبيل الأم، وأنا وخيرية أحمد البنات. اشتغلنا وعملنا إيه؟ الفيلم المسرحية. المسرحية. كان الأستاذ سيد بدير الله يرحمه برضه ويحسن إليه، ندهني في مكتبه. قال أنت ممثلة كويسة. بس مش ممكن هنبعت لك عشان نجيبك ضيفة، إنك ما أنتيش اسم. احنا الضيوف اللي بنجيبهم لازم يكونوا اسماء كبيره، فالاصلح ليكي انك تبقي موظفه معانا، تشتغلي موظفه، حاجه اسمها اجر مقابل عمل. بتشتغلي 6 شهور وبعدين زي الحكومه تتثبتي. اشتغلت، عملت بقى مطرب العواطف. ايوه. اصل وصوره، نمره 2 يكسب، دي اجمل مسرحيات دي. سفاح رغم انفه، مين قتل مين، شوفي يعني مقالب محروس، كذا حاجه. ده كان لغايه اما الحبه اللي ابتدوا يبرقوا شويه في المسرح، القطاع الخاص ابتدى يشدهم. مين بقى؟ فرقه الريحاني. كانت اللي بتعمل بنت ماري منيب ابتدت تكبر في السن، كانت سعاد حسين الله يرحمها. دي كانت في مسرحيه ايه؟ كانت مسرحيه اسمها الدلوعه. الدلوعه. كانت نيلي. نيلي. ايوه بتعمل الدلوعه، وكانت وفريد. الست ماري منيب. وكان فريد مش كان الست ماري منيب. من فضلك. مش ماري منيب. الست ماري منيب. الست ماري منيب لازم. كانت هي اللي بتعمل الحما. الحما. وانا البنت الثانيه بقى اللي بخش مع بكر عزت. عملت بروفات، مدام ماري ما بتجيش في البروفات، ست كبيره وحافظه طبعا الروايه. فانا بعمل البروفات مع مدير المسرح والملقن. إيه 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 إيه. وانا متعوده بقى ميزانسين وحركه وبمثل بقى، مش داخله على مسرح استاتيك اقعد على الكنبه جنب الست ماري، لا. فابتديت اتحرك، رحت وجيت على المسرح وعملت يعني عملت شغل كويس الحمد لله. بعد الفصل الاول ما خلص ندهتني في اوضتها، قالت لي انت ايه؟ انت خيلتيني، انت رايحه جايه، انا عندي افيهات برميها في الصاله، انت رايحه جايه بتكسري افيهاتي. دي مدام ماري منيب. مدام ماري منيب. يالا الرعب. قلت لا بكسر افيهات حضرتك ازاي يا مدام؟ انا اقصد برضو كده. قالت لي انا لما اكون بتكلم على المسرح انت تقعدي على الكرسي يا ماما.
تفضليش رايحه جايه قدامي، خيلتيه والله العظيم. انا بقى مش عايزه امشي طبعا، انا لسه خارجه بقى وعامله فيها فونطه وخارجه من الفرقه، من فرقه تلفزيون، ورحت قطاع خاص، واول يوم لسه الفصل الاولاني وامشي، استحاله. قلت لها حضرتك شوفي ايه، اقعد على اي كرسي انت عايزاه، اموريني انا تحت امرك، انا عايزه اتعلم منك ايه اللي انت شايفاه. بس لغايه ما بقينا حبايب بقى، واشتغلت ريحاني، وبعدين خدي بقى فؤاد المهندس، محمد عوض، امين الهنيدي، احمد المدبولي، مدبولي استاذنا، ده استاذنا، ده اللي علمنا. هسالك عن كل دول بس قولي. عايزه ارجع يعني قريب كده واقول لك، اللي يحب الفن ده كله ليه يوقف؟ يعني ازاي قدرتي تبعدي وكل هذا الحب اللي انا شايفاه في عينيكي وفي صوتك للفن ده، انه روح وحياه ونفس، ازاي قدرتي تبعدي؟ شوفي يا لميس، انا مرتين قعدت فيهم، مش اعتزال، لكن مره لما والدتي تعبت قوي وجالها الزهايمر، وكانت لما بتنام على السرير تقع وبتاع، فبقيت اجيب لها حاجات، انت عارفه المرتبه اللي هي مش عارفه ازاي وتنام ازاي، وانا قاعده جنبها وخايفه. في الفتره دي ضاع مني مثلا شغل، بس انا برضايا يعني، مثلا راجل وست ستات. لما الله يرحمها زيزي مصطفى توفت حبيبتي، كلموني عشان اعمل دور الام. ورحت وقابلت امير شوقي، واتفقت مع الاستاذ اسد المخرج، وخدت عربون، وجيت في البيت قعدت. ماما كانت في الليفينج مولعين التكييف وحطها كده، وانا قاعده على الكنبه كده جنبها بخدمها. فجاه وهي قاعده كده قالت لي امال فين ميمي، وانا اللي قاعده. قلت لها ميمي هتيجي دلوقتي. قالت لي لما تيجي قولي لي عشان اصحى، عشان انا هنام. وراحت حاطه دماغها على المخده ونامت. انا لما وصلت المساله لكده قلت انه ما ينفعش، انا اجيب واحده تقعد بيها اضمنها، ما اضمنهاش، هتاكلها، هتحميها، هتغير لها، لا. انا قلت لا، ورحت اعتذرت ورجعت العربون. قلت لهم معلش، دي كانت اول مره، محترم، لان عمر ما قلبك كان، ضميرك كان، ما اقدرش امن اي حد، ودي امي، دي اول مره. اول مره. تاني مره بعد وفاه جوزي الله يرحمه، الله يرحمه، حاج حسن الله يرحمه. بصي لسه بتتأثر؟ لسه. انا ما اتجوزتش غيره يعني، انا كم سنة يا مدام؟ من سنة 16. هي جوازة واحدة، خلفت بنتين. طب ربنا يخليها. ما يعني بصي هقول لك حاجة يا لميس، انا ما خلفتش اول ما اتجوزت. ليه؟ لاني لو خلفت معناها ان ما فيش حاجة اسمها طلاق. ما دام اخلف خلاص، الراجل ده هو جوزي، هو اللي انا متخيله كده انه هيسلم بناتي لجوازهم، هو ده الراجل. يا اما ما خلفش. فانا قعدت سنه ونص في الاول لغايه اما اطمأنيت بقى، لقيت ان جنبي راجل طيب وحنين وعطوف وكل صفات الدنيا الحلوه فيه. خلاص قلت يلا، رحت مخلفه، وربنا اراد انه جاب لي توأم، ربنا يخليها، جاب لي نوره ونجله. صاحبتنا طبعا. انت عارفه نوره كويس. حبيبتنا نوره. طبعا نوره ونجله. وعشت. لما بقى بعد العمر ده كله الراجل ده يتعب، اقوم انا اسيبه بقى واروح امثل؟ لا. شفتي بقى؟ طبعا. قعدت جنبه في المستشفى، هو في العنايه المركزه وانا واخده اوضه في نفس المستشفى، يقولوا لي تعالي الساعه 6 الزياره، ايه اللي مقعدك في الاوضه؟ اقول لهم بالليل وهو قاعد في العنايه انا بجيب كرسي وبروح اقعد جوه معاه، بكلمه، برغي معاه، حد يجي على غفله، حد انا قاعده 28 يوم تحت رجله، لغايه ما اخر حاجه قالها لي الله يرحمه، لاني انا قاعده على الكنبه كده والله وحياتك يا لميس، حتى ايدي كده وقاعده بصله، نفس طالع نفس قوي، واجهزه وحاجات، وانا قاعده كده. فراح باصص كده قال لي يا ميمي، قلت له ايوه حبيبي، في ايه؟ قال لي نزلي ايدك من على خدك، هتحطيها كده كتير بعدين حبيبي. قلت له ليه بتقول كده؟ وجسمي بقى اشعر، ليه بتقول كده؟ قال لي لا انا بقول لك بلاش دي يعني. قلت له حاضر.
قال لي ممكن اشرب؟ قلت له حاضر اشرب. قمت جبت له ميه من الثلاجه وجيت قعدت جنبه سقيته شكرا، رحت قعدت على الكنبه عمل دماغه كده وتوفى خلاص. اخر بق ميه انا اللي اديته له وراح دماغه كده وربنا اراد، ربنا اراد. بس بعد الراجل ده بعد العمر ده كله بعد انا وهو كنا متفقين يا لميس ان احنا لازم ننجح الجوازه دي، يعني لازم الجوازه دي تنجح، نتخانق نتخانق، ازعل اروح اقعد عند ماما كام يوم، اروح اقعد عند ماما كام يوم وارجع تاني. عمرك زعلتي منه؟ عمرك قلتي له طلقني؟ لا بصي هي حصلت مره في الاوائل. كانت يعني انا بلبس سواريهات وحاجات كده على المسرح، وهو الحته دي ما كانتش بتعجبه. فقلت له يا حسن ده شغل، هل انت بتشوف ان انا لما بخرج معاك في العاده انا بلبس كده ده في المسرح عشان شغل؟ قال لي برضو لا والحاجات دي وبتاع. قلت له طيب انا هلبس بكم. جه في مره شافني في المسرح لاني انا لابسه فستان سواري بس، راح البيت وقال لي انا قلت لك وما انت ما سمعتيش الكلام، ورماها بالبق كده. رماها بالبق. انا قلت ده الحاجات اللي هي مش وشنا في وش بعض دي تبقى كلام ايه اي كلام انا في دماغي كده. فجيت بالليل قلت له ايه؟ قال لي لا انت كده محرمه زي امي واختي. قلت له امك واختك ليه؟ ايه اللي جرى؟ قال لي انا قلت لك وانت ما سمعتيش، ومن ساعتها انا بلبس سواري. هتشوفيني في اي مسرحيه تلاقيني لازم لابسه زي شال كده على كتافي، لابسه سواري وحتى شال على يعني لازم حاجه كده منها. خلاص اتطلق تاني؟ لا. امتى قال لك بحبك؟ فاكره؟ ما بيقولش. او ما قالكيش؟ ما بيقولش. عمره ما قال. يعني اتجوزتيه ازاي؟ عرفتيه ازاي؟ احنا كنا زملاء في المسرح، كنا بنعمل مطرب العواطف. كان هو في الفتره دي محمد عوض، مع محمد عوض وكان طبعا. مدبولي يرحمه، كانت مسرحيه حلوه. مهم، فكان هو عنده شويه مشاكل مع مراته، وانا كنت في الفتره دي زي ما تقولي عايزه امثل، بس الدور اللي انا بعمله مش عاجبني ومضايقني، وبعمل دور راجل ودور ست ولا معقوليزم ومش عارفه ايه، فمش عاجبني يعني قاعده كده. فبيقول لي مالك؟ هو بقى في ايه؟ قلت له ما فيش يا حسن، متضايقه بمثل عشان انا اول روايه اعملها وبمثل، بس مش عاجبني الدور، مش مبسوطه. قال لي طب ما انا كمان في حاجات مش عاجباني في حياتي، اجي امثل وحش هنا؟ لا الشغل ملوش دعوه. ابتدينا ايه نبقى في بينا وبين بعض حته صداقه، ناس بتشتكي لبعضيها، مش ناس بتحب بعض، ناس بيشتكوا لبعض. شغلك عامل ايه؟ حياتك عامله ايه؟ امي جدتي، كانت جدتي عايشه الله يرحمها، جدتي يونانيه بالمناسبه. مامتك يونانيه ولا جدتك؟ وماما ماما وجدتي. بس جدتي من الارياف بتاعت اليونان، البلاد اللي انت لو انت لفتي لفه بالتور اللي بيتعمل في اليونان في جزر. فهي جزيره اسمها ساموس. اوكي. المهم يعني فابتدينا نتكلم مع بعض نرغي، ابتدت ايه اللي حوالينا الزبانيه جهنم الجمال. ايوه لسانتهم يا روح يا عسل. ابتدوا بقى ايه حسن وميمي، حسن وميمي بيرغوا، حسن هيطلق مراته وميمي. ما فيش يا جماعه عيب، ايه اللي بيتعمل ده؟ ايه اللي بيتقال ده؟ فجاء السيد بدير قال لي تعالي هنا، تعالي يا حسن يا مصطفى، تعالي يا ميمي يا جمال في المكتب هنا. ايه الكلام اللي انا بسمعه؟ قلت له بتسمع ايه يا استاذ سيد؟ في ايه؟ قال لي انت وحسن في حاجه؟ قلت له اطلاقا، احنا اصحاب. قال لا كده ما ينفعش وانا ما يردنيش الكلام ده. فحسن قال لي طب انا طلقت وانا بقالي دلوقتي 3 شهور، طب انت لو انا طلبت منك الجواز توافقي؟ قلت له ايه الصدمه الغريبه دي؟ لا 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 استنى عليا بقى، انا فكرتش في الجواز خالص، احنا اصحاب. جواز؟ لا يا حسن، وبعدين هو عنده بنت. ايوه كبيره سميه. فقلت له لا يعني صعب.
بعد شويه طبعا ماما كانت مش موافقه، راجل اكبر منك بكتير، انت عارفه الحاجات الامهات بقى. انا الوسط ده كنت بخاف منه، يعني الوسط ده كنت بخاف منه. انا كنت صغيره وكنت شكلي لطيف حلوه وبمثل كوميدي وبتحرك وبتاع وكده، فقلت انا محتاجه الظهر، محتاجه لحد يقف جنبي يسندني يقف معايا. والراجل ده قد ايه طيب وقد ايه حنين، ده ايه كويس. طب لا ليه؟ ايه لا؟ لا انا هتجوز. قلت له حسن؟ قال لي اه. قلت له انا موافقه. قال لي نتجوز؟ قلت له نتجوز. قال لي بجد؟ قلت له بجد. نتوكل على الله. وهقول لك حاجه، انا دماغي دي فيها الجماعه الفلاحين بتوع اليونان القدام، يعني انا لما بتجوز يعني بتجوز، يعني بحبك يعني بحبك، نعمل بيت يعني نعمل بيت، نعمل أسرة، أنا عندي أمي وعندي جدتي. قال لي على راسي. قلت له خلاص واتجوزت. طب نشوف بقى لقطات من أعمالك مع حسن مصطفى بفكرك طيب. بحاجات كده لطيفة طيب. نشوف هذه اللقطة. ناظر حسن مصطفى حضرتك. عملتي معاه مدرسة المشاغبين بدل القديره سهير البابلي في اعتقد كانت تعبانه في شهرين، هي راحت تعمل في باريس عمليه في عينيها، فكانوا هيتوقفوا، فقالوا طب ما تخلوا ميمي تعمل المسرحيه، كنت انا في الفتره دي فاضيه. حسن رفض جوزي، قال لهم لا انا مش عايز مقارنات، وانتوا عندكم عادل امام وسعيد صالح ويونس شلبي وكل واحد مركب افيهات، وتخش ميمي تبوظ افيه لحد فيهم تبقى مشكله، انا مش عايز مراتي تتحط في المشكله دي. قال له طب ليه؟ سمير خفا جاب قال له ايه يا حسن؟ ما ميمي كويسه وتعمل الدور. ايه في ايه؟ كان بيتكلم كده بالظبط. في ايه يا حسن؟ ما تخليها تعمل الدور يا حسن، هم 15 يوم ولا 20 يوم، المهم ان انا عملت الدور. عملته يعني. وعملتي ايه مع المشاغبين بقى؟ انا حافظت على افيهاتهم. ايوه. اصل المسرح ده تكنيك خاصة عندنا بقى، وكل واحد يرمي افيهات كل وكدا. كوميديان شوفي يا لميس، كل كوميديان له مفتاح شخصيته ليها مفتاح. يعني سمير غانم مثلا، سمير غانم اول ما بيدخل المسرح زي الترمومتر كده بيقيس الجمهور نوعيته ايه. يعني بيرمي افيه واتنين وتلاتة يشوف ضحك شكله ايه، لو الضحك عالي يبقى دول ناس جايين مبسوطين وعندهم استعداد. فيقوم ايه يخش على الغنوة وبعد كده يقول افهاته كلها. تمام. ساعات بيبقى في جمهور بيبقى شوية مقفول شوية يعني مش لطيف يعني كده يعني مش لا كده يعني فالها دي ما بتريحوش تعجبوش، فيبتدي ايه. كان طلعت زكريا الله يرحمه برضو، طلعت زكريا كان في الاول يخش طلعت يجس معاه النبض، يقول له انت بتاكل ايه وسندوتشات ايه ومش عارفه ايه، وانت تعالي يا ست يا حماتي خش يقولي ما اعرفش ايه وانت ايه. لما بيلاقي المشهد حلو وماشي مع الجمهور بيسيبني لغايه الاخر. المشهد مش عاجبه قوي يقول لي الله البوفيه مش جاهز يا مدام، او ما اقول له ايوه ايوه صح، يلا يا جماعه اتفضلوا. انت واخده بالك؟ هو عايز يقفل، عايز يقفل. لو انت بتشتغلي مع سمير لازم تبقي واعيه قوي، باصه في عينيه، عارفه امتى هيقول افيه جديد، امتى هيقفل، امتى مش هيقول الجمله الجايه، امتى هيقول افيه جديد خالص. وكان يا حبيب قلبي الافيه يضرب في دماغه قبل ما يقوله، يعني ايه يقوم ساعات وهو بيقوله يروح ضحك هو قبل ما يقول الافيه يضحك يعني يضحك هو عمره ضحكك قال افيه وانت ضحكك كتير ايه بقى زي شبه يعني. كتير هو كان في المسرحية الأخرانية دي كنت أنا بنتي دوريمي فاصوليا اللي بعدها لا هي دوريمي كانت بنتي عروسة داخلة وأنا أمها. فأول ما دخلت قال لها هتجوانتي من إيديها، وقال لها وريني أصلا الحاجات كلها اليومين دول بتبقى تايواني مش حقيقي، أنا عايز أشوف إيديك حقيقية ولا مش حقيقية، أصلا أبويا كان مقلب. قلت له كان مقلب ازاي؟ قال اتجوز مراته اول ما دخل لقاها شالت الدراع الخشب حطيته على الدولاب.
شارت العين شارت الايه، راح بابا نام على الدولاب. فانا لما قال دي ضحكت عجبتني، فقال لي قلت له قولها قولها حلوه حلوه. طب خلينا نفتكر سوا كده انت وسمير غانم. طيب يا ريت نفتكر بقى مشهد من انت يا ريت. ميمي جمال وسمير غانم ودوري مي فاصولي. قعدت كتير المسرحيه دي. اه وسافرنا بيها كتير. سافرنا بيها. سمير جميل 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 في الرحلات في السفريات في كل حاجه. زعلتي عليه؟ زعلت زعلت قوي. وبعدين مشكلتي اني انا جاني حاجه، عارفه الهسس لما بيجي من حكايه الكورونا دي. اه طبعا. وبعدين انا عايزه اسال سؤال، لو لو الاستاذ يوسف الشريف ممثل، اه المسلسل المسلسلات اللي هو بيعملها دي، انا عايزه اسال سؤال. نعم. ها معلش خليكي معايا. لا انا معاكي انا معاكي. انا دلوقتي ما بروحش السوبر ماركت. اه انت عشان خوفك زياده المسلسل. لا بصي هقول لك المشكله. السوبر ماركت ما بروحش، بنتصل بالتليفون بيجيب لنا السوبر ماركت. تمام. بنفتح ديليبري. الباب ناخد الكيس. نخش ننزل الحاجه نبخه ميه وكلور. وننظف وخدنا على كده وسكتنا خلاص. فجاه السنه دي قال لك العينين اللي بيبصوا جوه العينين فجاه هيبقى زومبي. الناس بقت زومبي يا ماما، الناس بقت زومبي. وبعدين ايه قاعدين جوه عياده؟ لا انا عايزه اكلمه، انا عايزه اطمن. قاعدين جوه عياده. ده خيال علمي. خيال. لا ده بيقول لك مش خيال علمي. لا خيال والله. زومبي والله ايه بس؟ والله ما قال خيال علمي. خيال يا مدام ميمي. وقاعدين جوه العياده وناس واقفين من بره بالعصيان بيكسروا العربيات. انا شفت كده قلت احنا السنه الجايه، يعني انا دلوقتي لما اخد من السوبر ماركت ابص في ابص في الارض ما ابصش في عين الواد كمان وهو جايب لي الحاجه. خيال خيال خيال. لا مش خيال يا لميس. خيال يا مدام ميمي والله. طيب يا رب يكون خيال. احسن خيال. انا بجد لا والله. لا لا مفيش زومبي. ما اترعبت انا الطعم اتطعمتي؟ طيب الطعم طب الحمد لله. خدت اللي هو الصيني ده حلو قوي. كل الناس هنا متطعمه فما تقلقيش. الحمد لله. نخرج فاصل بقى. ايوه وبعدين نشوف موضوع الخيال العلمي. لا والله بعد الفاصل. طيب.